أهلا بكم في محاضرة من محاضرات مؤسسة علماء مصر مع أستاذ دكتور ربيعي حسن. المحاضرة دي تكشف لنا وجه جديد من أوجه إنتاج الطاقة الكهربية باستخدام الميكروبيال كيمستري. محاضرتنا النهاردة بيقدمها لنا الدكتور ربيعي يونس حسن، باحث بالمركز القومي بالقاهرة. الدكتور ربيع حصل على الدكتوراه في الكيمياء التحليلية الحيوية من جامعة برانشفايج ألمانيا، وفي 2013 عاد إلى ألمانيا وانضم لفريق النجاسات والإلكترونيات الحيوية بجامعة ديمولز ببلجيكا. اهتماماته البحثية في أبحاث الكيمياء الكهربية والميكروبية والنجاسات الحيوية والنانومترية. والدكتور ربيع أحد متطوعي مؤسسة علماء مصر، وبنشرف كلنا بمحاضرته النهارده معانا، وان شاء الله هنبتدي المحاضره دلوقتي. ان شاء الله لو في اي اسئله في خلال المحاضره يا ريت تكتبوا لنا في الشات بانل، والدكتور ربيع ان شاء الله لو السؤال ليه علاقه بالنقطه اللي بيتكلم فيها هيجاوبه مباشره، او ان انتم ممكن تستنوا لغايه اخر السيشن في الكويستيون اند انسرز، وان شاء الله الاسئله بتاعتكم كلها هيجاوب عليها الدكتور ربيع لما يجي وقت الجزء الاسئله والاجوبه. نبدأ محاضرة النهاردة، ويتفضل دكتور ربيع معانا. السلام عليكم دكتور أسامة، شكرا لحضرتك وشكرا للمنظمين. طبعا أنا سعيد بوجودي معاكم في أول مرة مع علماء مصر، وإن شاء الله هتكلم على microbial electrochemistry and to whom it may concern. في خلال المحاضرة إن شاء الله نتعرف على إيه الميكروبيال تكنولوجيز المتاحة في الوقت الحالي، إزاي نستخدم التكنولوجيز ديت في بتواجهنا في العصر الحالي، سواء الويست ووتر تريتمنت او الكتريسيتي جنريشن. هنتعرف على الالكتروكيميكال سيستمز وازاي نوظف بعض الالكتروكيميكال تو ان احنا نعمل كومبينيشن ما بين المايكرو اورجانيزمز والالكتروكيمستري في توليد طاقه كهربيه من خلال مايكروبال فيول سيلز. في الاخر هنشوف ما اذا كان الام اف سي هتبقى interest the young scientists سواء طلبة الماجستير أو الدكتوراه. في النهاية بقى في عندنا open discussion لو في أي حاجة حضرتك محتاجين توضحوها أو أوضحها لحضرتك. في البداية هنقول إيه هي المشاكل اللي بتواجهنا في الوقت العصيب دوت. هنلاقي عندنا مشكلة المية، مشكلة الكهرباء، ومشكلة الكوست. وفي أي دولة لو اقتصادها قوي مليش عندنا مشكلة لا في الكهرباء ولا في الماء. طيب في مصر هل عندنا أحد المشاكل ولا كل المشاكل دي موجودة؟ لو افترضنا إن الثلاث مشاكل فعلا موجودين، وهنبدأ بوضع حلول، وهنبدأ بحلول الطاقة الكهربائية، هنلاقي إن الناس اللي بتفكر إن يكون عندها sustainable energy sources بتقول أنا هرجع هيكون عندي المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء هي الطاقات المتجددة، سواء solar cells أو wind energy أو hydroelectricity. البيولوجيست قالوا we have to contribute، لازم إحنا كمان نشارك في حل المشاكل ديت. فافترضوا إن في biofuels can be produced، وبالفعل تم إنتاجها وبتستخدم في البرازيل وفي ماليزيا. ويجي كومبينيشن جديد بقى ما بين electrochemists وبيولوجيست، قالوا لا احنا ممكن نعمل تقنيه جديده خالص وما نحصلش على بايو ديزلز او بايو فيولز، لا ممكن نحصل على بايو الكتريسيتي. قالوا ايه هي بقى السيستم اللي هو يساعدنا على توليد الطاقه الكهربائيه من المايكرو اورجانيزمز؟ قالوا هي تقنيه الميكروبيال الكتروكيمستري. فلكن لو احنا بصينا على المجموعات اللي بتشتغل بالسيرش في الميكروبيال الكتروكيمستري، هنلاقي ان كل مجموعه بتقدر تشخصها وتوظفها على حسب احتياجاتها. بمعنى لو احنا شغالين مثلا في Infection Research Centers، مش يبقى الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نولد طاقه كهربائيه من مايكرو اورجانيزمز، لا احنا بنستخدم الميكروبيال كيمستري سيستم لتوظيف او لتحديد ما اذا كان الاورجانيزم التارجت بتاعنا اللي بنشتغل عليه موجود في الدورمنت او في الاكتيف ستيت. مجموعات تانية جت وقالت لا انا هستخدم الالكتروكيميكال سيستمز ديت
ان انا اقيس الفيابيليتي او البيولوجيكال اكتيفيتي للمايكرو اورجانيزمز، سواء انا شغال بايو رياكتورز زي فيرمنترز او اني بايو رياكتورز، انا محتاج اعمل تيست للبيولوجيكال اكتيفيتي. جت كمان مجموعات تانية قالت لا، انا بشتغل دراج ديزاينز ويهمني اعمل تارجت ايدنتيفيكيشنز على الريسبيراتوري تشين كومبوننتس، فهل الميكروبي الكترو كيمستري ممكن تساعدني؟ قالوا اه، ممكن تساعد ان انا اقدر اعمل دايجنوسيس او تشخيص للفانكشنز اللي هي عندها دايس فانكشن في الالكترون ترانسفير. مجموعه كمان شغاله في السيرجيكال اوبريشن او شغاله في الكروجن، قالوا عندنا مشكله كبيره اللي هي البايو فيلم انفورميشن اللي بتساعد او بتسرع من تاكل المعادن، فيهمنا جدا ان احنا نعمل كاركترايزيشن البايو فيلم، وفعلا الالكتروكيمستري قدرت تشارك او تساعد في احد في حل المشاكل دي. الحاجة اللي احنا مهتمين بها النهاردة وان شاء الله هنعرف تفاصيل عنها اكتر، اللي هي الميكروبيال فيول سيلز وازاي نستخدم التكنيكس دوت لتوليد طاقة كهربائية. نتعرف على الميكروبيال فيول سيلز. هي ببساطة استخدام البكتيريا لتوليد طاقة كهربائية من الويست ووتر. طيب لما انا اجي اتكلم مع النون بيولوجيست اللي هو مش شغال بيولوجي خالص، بقول له انا هستخدم البكتيريا لتوليد طاقه كهربائيه، اكيد هو عنده خوف وقلق من وجود البكتيريا في حد ذاتها، وده بنسميها الميكروبيال فوبيا. اكيد ده شيء منطقي، لان حياتنا كلها بسبب الكونتامينيشن سواء في الميه سواء في الهواء سواء في الاكل سببت لنا مشاكل كتير جدا، لدرجه ان كل تقريبا كل عضو في جسمنا get infected easily بالبكتيريا او بالفيروسز او بديفرنت فانجل سترينز. فده مش خوف وقلق ملوش وجود، لأ هو ليه أساس وليه وجود. لكن لو بصينا على استخدامات تانية، استخدامات نافعة احنا ما نقدرش نستغنى عنها خالص، ان نلاقي المايكرو اورجانيزم في بعض المخبوزات produce antibiotics و enzymes، وكمان دلوقتي نقدر نستخدمها في biosensors للفضة والذهب اللي هم أساسا مستخدمين في anti-cancers و anti-fungal agents. ممكن نستخدم كمان المايكرو اورجانيزمز ك ويست ووتر تريتمنت او ريموفال للاورجانيك كومبوننتس والهيفي ميتالز. فلما اجي اقول لك ان انا هستخدم البكتيريا في الالكتريستي جنريشن، مابقاش في سربرايز، مابقاش في ازعاج او قلق او مندهش، لا it can be done. طيب نبدا ازاي او ايه الكونسبت اللي احنا بنينا عليه الفكر بتاعنا؟ لو افترضنا ان احنا مثلا عندنا دلوقتي محطه معالجه صرف صحي، المياه بتاعتها غنيه طبعا بالمايكرو اورجانيزمز وغنيه بأورجانيك بوليوتنتس من كل حاجه، سواء بيستسايد سواء فارماسيوتيكال برودكت سواء بقايا اكل او اي حاجه، اتس اورجانيك كومبوننتس لازم اتخلص منها. في نفس الوقت الاورجانيزم موجود، يعني انا مش هتكلف حاجه، بدخلها في الميكروبيال فول سيل سيستم وبقدر احصل منها على بيور الكتريسيتي وتريتد ووتر. هي مش اكيد مش ميه شرب، ولكن اتس فري اورجانيك ووترز، تخلصت من الاورجانيك كومباوندز الموجوده فيها. بيحصل ايه؟ ان الاورجانيزمز الموجوده بتعمل فول اوكسيديشن للاورجانيك كومباوندز الموجوده في الويست ووتر وتديني بروتونز والكترونز. بصوره او باخرى لو قدرت اخد الالكترونز ديت من المايكرو اورجانيزمز بعد ما تعمل الفول اوكسيديشن للاورجانيك كومباوندز، يبقى انا كده حصلت على بيور الكتريسيتي. طيب ازاي اخد الالكترونز بقى؟ نبص على وصف تفصيلي للميكروبال فول سيلز. هنلاقي ان هي بتتكون من اتنين، لو جينا قلنا تو تشامبرز بيحصل ما بينهم بروتين اكستشينج ممبرين. هنبص على الليت سايد هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان البيولوجيكال رياكشنز بتحدث under anaerobic conditions. البكتيريا موجودة في الميكروبيال كلتشرز، أول حاجة لازم تعمل biofilm formation على الأنود، بعدها أو خلال عملية الجروينج بتاع البكتيريا يحصل تبادل إلكتروني ما بين البكتيريا وبين الأنود سيرفيس، ده بسميها anodic respiration. مجرد ما الأنود يستقبل الالكترون، عشان احنا عندنا دلوقتي لازم نسمي حاجات، هنسمي ان البكتيريا الكترون دونر، الانود الكترون اكسبتور، وعندنا الاورجانيك كومباوندز اللي هي موجوده في الكالتشر
ده الـ source of electrons. مجرد ما الانودز ياخد الالكترونز من البكتيريا، الانتقال المباشر بين وبين الكاثود ده spontaneous، مجرد او يعني نتيجه اللي هي الـ differences بالـ cell potentials. الالكترونز لما تتحرك وتنتقل من الانود وتروح الكاثود يحصل عمليه، لازم الاول احط ان external source الاكسجين، يبقى الجزء الثاني احنا اتفقنا الجزء الاولاني هيبقى under anaerobic conditions، الجزء الثاني لازم يبقى aerobic conditions، ان بمعنى ان في اكسجين موجود ويحصل reduction للاكسجين عن طريق الالكترونز اللي جايه من الانود والبروتينز اللي هي passed للميمبرين. طالما انا عندي enough organic compounds viable microorganisms وعندي respiration في الناحية الثانية، يبقى هضمن ان الالكترون ترانسفير بروسيس هتبقى sustainable، مفيش فيها مشكلة، وان الالكتريكال كرنت مش هيبقى عندي مشكلة في وجوده يعني. طيب لو قلنا ان الالكترون ترانسفير داخل الاورجانيزم معقدة شويتين، ان ببدأ ان الاورجانيك كومباوند اللي باخده كمادة عضوية ليها ويت كبير قوي بيخش جوه الاورجانيزم بيتحول الى كارنسيس معينه لعملات معينه بسميها ال NADH ديت، بتبقى ستور للالكترونز جواها، وبوجود ناتشرال الكترون كاريرز حول بتنتقل الى الفاينل ستيج ريسبيريشن اللي هو بيحصل عندي ريدكشن للاكسجين. انا بقول ان الجزء الاولاني اللي فيه تفاعل ما بين البكتيريا والانود لازم يكون اندر ان ايروبيك عشان افويد المشكله دي، علشان امنع ان الاكسجين ياخد من الالكترونز. طيب يبقى انا لازم يكون عندي سبورت قوي جدا، الكترون اكسبتورز قوي جدا اللي هو الانود، يكون هايلي كوندكتيف ايجنتس بحيث ان هو كومبيت مع وجود الاكسجين حتى وان كان موجود في اكسجين ويقدر ياخد منه الالكترونز. طب ده احنا بنتكلم على منظومه الالكترون ترانسفير داخل الاورجانيزم، لكن هو ازاي اصلا الالكترونز بتسيب البكتيريا بكتيريال سيرفيسز وبيحصل اختراق او وصول للانود سيرفيس؟ الميكانيزمز اللي اتوضحت حتى الان قالت ان التفاعل ما بين البكتيريال اكتيف اورجانيزم وبين الانود سيرفيس بيتم اما دايركت الكترون ترانسفير، توصيل الكترون مباشر، ان بيحصل عندي ان الاورجانيزم بيكون لي اما انه بيكون نان وايرز عشان يحصل كونكشنز بين البكتيريال سيرفيس والانود، او وطول النان وايرز اللي تبقى توصل حوالي 0.1 مايكرومتر، او ان هي يعمل فورميشن لسيتوكرومز تبقى كوندكتيف لايرز وتبقى هي الديس تشارجنج بروسيس تحصل بينها ما بين البكتيريا، تبقى انترفيس بينها وبين الانود، او انها لو هي ما عندهاش امكانيه انها تعمل برودكشن للنان وايرز او السيتوكرومز، لا ممكن تعمل سكريشن لسكندري ميتابولايتس وده بنسميه الكترو اكتيف كومبوننتس، يبقى هو اللي شغال ديليفري للالكترونز ما بين البكتيريا وما بين سطح الانود. لو لا توفرت عندي احد الشروط الثلاثه سواء اللي هي النانو وايرز او سيتوكرومز او السيلف ميديشن، بسمي نوع الاورجانيزم اللي شغال معايا في الميكروب الفول سيل بسميه الكترو اكتيف مايكرو اورجانيزم. طيب لو انا عندي على سبيل المثال ييست، ده اللي هي تقدر تعمل سكريشن لسكندري ميتابولايتس ولا تقدر تعمل فورميشن للسيرومز ولا عندها امكانيه برودكشن للنان وايرز، هل ممكن ما ينفعش استخدمها كاورجانيزم لتوليد طاقه كهربائيه في الميكروبال فول سيلز؟ لا، قالوا لا، في حل من الحلول ان انا استخدم ارتفيشال الكترون اكسبتورز. في الحاله زي كده انا اللي بقول الالكترونز ميديترز بتاعي هيبقى موبايل الكترون اكسبتورز، بيقدر يعمل بنتريشن للسيل وول والسيل ممبرينز ويحصل انتر اكشن بينها وبين الريسبيراتوري تشين كومبوننت، ياخد منها الكترونز ويطلع بره، يعمل ليبريشن للالكترونز ديت للالكترود، ومنها اقدر احصل على طاقه كهربيه بطريقه الميديتد الكترون ترانسفير. طيب الميكانيزم بيمشي ازاي بتاع الميديتد الكترون ترانسفير؟ لو افترضت مثلا انا عندي هنا كيميكال كومبوننتس انا بستخدمه كميديتورز في الموديل بتاعي دي سي اي بي في الاوكسيدايزد فورم، اتس موبايل ميديتورز يقدر يعمل اختراق زي ما قلنا من السيل وول والسيل ممبرينز، وينتر اكت مع دي هيدروجينيتس
بعد ما يحصل اوكسيديشن للان اي دي اتش، ياخد هو الالكترونز ويطلع بكل سهوله يوصلوا للانود سيرفيس في الميكروبال فول سيلز ويحصل توليد الطاقه الكهربائيه. فانا كده ما عنديش مشكله في نوع الاورجانيزم، لازم الاول بس احدد معايا اذا كان الاورجانيزم هو الكترو اكتيف، الكترو كيميكالي اكتيف، ولا الكترو كيميكالي ان اكتيف، وبناء عليه اختار بقى اما اذا كنت هشتغل على دايركت الكترون ترانسفير سيستم ولا ميديتد الكترون ترانسفير سيستم. طيب لو قلت ان دلوقتي عندي واحد بيعمل ديزاين جديد خالص، لسه بيفكر يستخدم ايه هي الاورجانيزمز اللي ممكن تشتغل معاه، او ايه هو الانود ماتيريالز اللي ممكن يعمل لها اختبار، يعني هل كده يعمل تصميم للميكرو فول سيل ويقول انا يلا بقى انا هحاول دلوقتي اعمل جنريت للالكتريسيتي؟ لا، لازم يعدي بمرحله ان هو يشتغل او يعمل انفستيجيشن معينه على الهاف سيلز. الهاف سيلز اللي بتدي له امكانيه انه يعمل ستادي للكاينيتكس ويشوف النمبر اوف الكترونز اللي بيحصل لها ترانسفير ما بين الاورجانيزم والالكترود، ويشوف ما اذا كان الاورجانيزم يدي دايركت الكترون ترانسفير ولا محتاج ميديتورز، ويشوف عدد الخلايا اللي هي بتشتغل معاه. فعلى سبيل المثال لو احنا قلنا ده التفاعل او الهاف سيلز اللي احنا بنشتغل عليها كونسيست من تتكون من 3 الكترودز، والاوتبوت بيبقى عباره عن فولتم جرام بالشكل اللي احنا شايفينه. لو انا عندي بكتيريا الكتروكيميكال ان اكتيف ما بيليش اي برودكشن للكرنت، لو البكتيريا الكترو اكتيف الكتروكيميكال اكتيف بلاقي عندي بيكس طالعه بالشكل دوت. البيكس دي بقدر احط منها حاجتين، البيك بوزيشن دي بتبقى نقول يعني علامه على وجود نوع معين من البكتيريا، ممكن بعد كده اشخص ما اذا كانت هي بكتيريا او فتره او ما الى ذلك. والبيك هايت دي بقول كميه الكهرباء اللي طالعه متناسبه مع الاورجانيك كونسنتريشن الموجود، كميه المواد العضويه الموجوده، وعدد الخلايا البكتيريا الموجوده كفايبل بكتيريال سيلز موجوده عندي في الرياكتورز. منها بقدر احصل على علاقه ما بين الفايبيليتي او الميكروبيال اكتيفيتي وما بين الالكتريكال كارنت. يبقى انا لو انا لسه بعمل تيست او انا لسه بجمع مكونات جديده، على سبيل المثال لو انا هشتغل في مصر على محطه معالجه صحي، انا ما اعرفش الاورجانيزمز اللي فيها طبيعتها ايه، ممكن تستخدم كدايركت ولا مش ممكن، ممكن تعمل ديجريديشن ل different organic compounds ولا مش ممكن. يبقى لو انا ما عنديش answers الاجابه ديت، لازم اعدي بال half experiments اللي احنا بنشوف اللي احنا بنوضحها دلوقتي. طيب لو احنا قلنا عايزين نحط ايدينا على بعض الحاجات اللي هي تحسن من خواص او يعني تعمل increase ل electrical current production، ايه الحاجات اللي نديلها اولويه واقول اه انا لازم ادي اهميه عظمى مثلا ل فاكتورز 1 2 3؟ هلاقي ان الحاجه اللي انا لازم اراعيها واهتم بها جدا هي الميكروبال كوميونتي الموجود، لان هو ده المصنع عن الالكترونز اللي انا عايزه. فما اجيش واعمل بقى ان انا هقول انا عامل ديزاين بشكل معين وبكابيستي معينه وانا مش عارف نوع المايكرو اورجانيزم اللي معايا، المايكرو اورجانيزم معايا شكلها عامل ايه. يبقى اول حاجه لازم اخد بالي منها هي الميكروبال كوميونتي، لازم اشوف الديجريديشن ريت بتاع الاورجانيك كومباوندز ماشي ازاي، لازم احسبه كويس جدا، لازم اتاكد من ان الميتابوليك باث كويس ماشي في الايروبيك ريسبيريشنز، عشان لما دخلوا في الانود يعمل سويتش ايزلي للان ايروبيك ريسبيريشنز ويحصل الكترون ترانسفير. لازم اتاكد ان الاورجانيك كومبوننتس ديت اللي معايا الكونسنتريشن افيلبل موست اوف تايم علشان ما يحصلش دروب وكات للالكتريسيتي في وقت معين من التفاعل بتاعي. يبقى اول حاجه هراعيها هي الميكرو كوميونيتيز. الحاجه الثانيه هي الالكترودز، انا عندي زي ما قلنا انود وكاثودز ليهم خواص معينه، لازم يكونوا هايلي كوندكتيف ماتيريالز. يبقى انا اراعي اولا الماتيريالز ديت انها ما تكونش كروسيف، ما تكونش لازم تكون ليها باي كومبيتري ان هي ما تكونش توكسيك للكومباوند للمايكرو اورجانيزمز بتاعتي. على نهايه الاسبوع او نهايه التجربه الاقي الاورجانيزمز كلها ماتت، فبالتالي لا هحصل على كهرباء ولا عملت اي سستينابيلتي للسيستم اللي انا بشتغل عليه. كمان السايز بتاع الالكترود، لان كل ما بقى عندنا حجم او مساحه سطح كبيره للالكترود للانود بصفه خاصه، البايوفيلم فورميشن الاريا بتاعته تبقى اكبر، فبالتالي الالكترون ترانسفير هيبقى الريت اوف الالكترون ترانسفير هيبقى اسرع، والكرنت اوتبوت اكيد يعني.
تمام. دلوقتي نقدر نقول عايزين نحط ايدينا على الحاجات الفاينلز الموجوده، هل في حاجه موجوده بالفعل دلوقتي في السوق او الناس اللي اشتغلت اديلها مثلا 10 سنين في الميكروبل فول سيلز يقدروا يجاوبوا على الاسئله ديت؟ لو قلنا الميكروبل فول سيلز شغاله ينفع اعتمد عليها كسورس الكتريسيتي، هقول هي شغاله. طيب ينفع استخدمها فعلا زي ما قلنا كيوسفل سورس الكتريسيتي او الويست ووتر تريتمنت؟ لا، محتاجين ناخد فيها وقت شويه عشان نجاوب على السؤال ده. طيب لو انا بقول لك انت دلوقتي عايز تعمل سيستم عندك في معملك او في كريسيرش تولز بتاعك وعايز تستخدم، هتقول استخدم دايركت الكترون ترانسفير سيستم ولا ميديت الكترون ترانسفير؟ هقول لك السؤال ده وتجاوب عليه بعد ما تعمل ستاديز لنوع المايكرو اورجانيزمز اللي انت بتشتغل عليها. طيب هل هي بروميسنج فعلا؟ يعني ابذل فيها مجهود ووقت وفلوس ولا ما تستاهلش ان انا اضيع فيها وقت وفلوس ومجهود؟ هقول لك ان في بنسلفانيا ستيت بروفيسور بروس لوجان عمل استيميشن وقال ان لو عندي بلانت، عندي محطه معالجه صرف صحي، ممكن تبقى كافيه لاناره 500 بيت والكاباسيتي تبقى حوالي 0.8 ميجا وات. انا شايف الوقت دوت ان هي الكوست ضعيفه جدا مقارنه بالمصادر الثانيه توليد الطاقه، يبقى انا ممكن اعتمد عليها. لكن محتاجين امبروفمنت؟ محتاجين امبروفمنت. طيب يبقى علشان اقول ان في المستقبل ان شاء الله الفتره الجايه ممكن استخدم الطاقه، ممكن استخدم الميكروبال فول سيلز كطاقه بديله تبقى موجوده عندي في السوق، لازم اقول في تشالنج موجوده. في. طب حلها ايه؟ حلها ان يكون عندي ريسيرش متكون، ريسيرش تيمز في كومباتيبلتي ما بين المايكروبيولوجيست والالكتروكيمست وماتريال ساينتست. ما ينفعش بتاع مايكرو اورجانيزمز لوحده بتاع المايكروبيولوجيست يقول انا هعمل سيستم واشتغل بيه، او الكتروكيمست او الماتريال ساينس. لازم يكون في كولابوريشن جاد جدا، في تفاهم في تناغم بين الثلاث تخصصات دول هيوصلوا لنتائج كويسه جدا. تمام، احنا كده وصلنا للاخر. انا حبيت في السلايد ديت اشكر كل الاماكن اللي انا اشتغلت فيها والهيئات اللي عملت فاينانشال سبورت للدراسه بتاعتي في السنين اللي فاتوا، فهيلم هولت سنتر فور انفكشن ريسيرش و رونالد فايج يونيفرستي، دي كانت فتره الدكتوراه بتاعتي، يو مونز وبوتسدام ده بوست دكتورز، واراسموس ودي ار دي ده كان فاينانشال سبورت، واكيد مركز فهم البحوث المكان اللي انا بنتمي ليه، وعلاقه مصر ان هم ادوني فرصه ان اكون معاكم النهارده وحضراتكم اللي موجودين تسمعوني. شكرا. لو في أسئلة أو حاجة يا جماعة. هو في سؤال واحد بيسأل بيقول الليكن ترانسبورت تشين تبقى ان اكتف في الانيروبيك ريسبيريشن؟ لا، هي لازم نفرق يا احمد ما اذا كانت احنا بنتكلم على فيرمنتيشن ولا انيروبيك ريسبيريشن. كلمه انيروبيك ريسبيريشن هي لازم الليكن ترانسبورت تشين تبقى شغاله، لكن الفاينل الكترون اكسبتورز مش الاكسجين. لكن لما انا اجي اقول فيرمنتيشن، لا اكيد انا بعمل بلوك للريسبيراتوري تشين كومبوننتس ما تبقاش شغاله خالص، ويبقى عندي الفيرمنتيشن كمثلا انا بعمل انتاج للايثانول او اني الكحول، يبقى هو البديل للانرجي للمايكرو اورجانيزمز في حاله زي كده. فلازم افرق ما بين انيروبيك ريسبيريشن او فيرمنتيشن. هو اغلب الناس دلوقتي شغاله ايمان تسال اذا كان تعزل الميكروبال فول سيلز عندها في معملها او لازم تبقى في الفيل. لا، في المعمل افضل لان عندك الكونديشن تقدر تظبطيها، تقدر تعملي كنترول على التمبريتشر، تقدر تعملي كنترول على كل حاجه. وممكن تبداي في الاول بستاندرد كونديشنز، يعني مش لازم تاخدي ويست ووتر، لا ممكن تجيب مثلا بافرز او مايكروبيال كلتشر مع نون كونسنتريشن من الاورجانيك كومباوند، تبداي تعملي دراسه على الديجريديشن ريت بالاورجانيك كومبوننتس والريت بتاع الالكترون ترانسفير من المايكرو اورجانيزمز. فانا انصح انك تعمليها الاول في المعمل. امل بتسال ماذا كان الامكانيه ان انا استخدمها ان انا كاناليسيس تول؟ هي اول ما اتعمل فعلا الكتروكيميكال سيستم مع مايكرو اورجانيزمز استخدمت كمايكروبيال سنسورز.
يعني هي في الاساس هي اناليتيكال تولز اكتر ما هي يعني مايكروبيال فول سيلز. ففي الاول هي لا هي سنسورز في الاساس يعني. بالظبط هي سنسورز صح كده بالظبط. لكن هو زي ما قلنا ان كل مجموعه بتاخدها على حسب الانترست. اللي شغال سنسورز بيستخدم بقى يحط يعمل بيستخدم بيولوجيكال او باي ريكوجنيشن اليمنتس، لازم يكون عنده سبيسيفيك ريكوجنيشن اليمنتس سواء انزيمز او انتي بوديز او انتيجين وما الى ذلك. لكن اللي شغال فول سيلز لا هو سايبها بقى ان هي تعمل باي فيلم وبيشتغل عليها. السؤال اللي بيسال اللي هو لو انا عندي نورمال فول سيلز وميكروبال فول سيلز انا هقول الكوست. الكوست عالي جدا في النورمال فول سيلز او اللي شغال على هيدروجين فول سيلز، لكن الميكروبال فول سيلز هي الكوست يعني يكاد يكون ما فيش تكلفه محسوبه. بالظبط انا ممكن اقيس الامام بتسال تقول ان انا يعني اعمل كوانتيفيكيشنز للالكتريسيتي ان انا اقدر اقيسها زي ما شفنا الفيجرز اللي طالع بيبين العلاقه ما بين البيكس شكلها عامل ايه. فالبيك هايت دي بتقول لي الاماونت اوف الكتريسيتي جنريتد قد ايه عندي. فانا عندي انا عارف قد ايه نمبر اوف سيلز موجود معايا انا اقدر اعمل لها كاونتنج او اعمل لها ميجرمنت بالاوديز بتاعتها. عندي انا عارف قد ايه الاورجانيك كومباوندز الموجود. فالكرنت اللي طالع هقدر اقول السيلز اللي معايا جنريت الاماونت على الكرنت ديت. فانا اقدر اعمل علاقه مباشره ما بين المايكرو اورجانيزمز الموجوده وما بين الكرنت اللي طالع معايا. كان في حد سأل كمان سؤال ثاني. احمد بيسأل بص يا احمد انا بقول لك تعريف الانايروبيك ريسبيريشن ان لازم الكترون ترانسفير تبقى شغاله، الكترون ترانسبورت تشين تبقى شغاله كومبليتلي، بس الاكسجين مش هو الفاينل الكترون اكسبتورز سواء الكارب وات ايفر كاربون سورس موجود ايه. لكن لو انا دلوقتي على سبيل المثال عندي ييست معروف ان في وجود الجلوكوز تبقى الفيرمنتيشن بروسيس يعني هي نمبر 1. مفيش تشويز عندها ثانيه الا لو انا حطيت ليميتيشن بقى من الجلوكوز. لكن في حاله لو انا عندي هاي الكترون اكسبتور زي مثلا لو انا قلت هستخدم ميتال اوكسايدز كانود ماتيريال، لا الالكترون ترانسفير هيبقى للانود وتبقى العمليه ان ايروبيك ريسبيريشن. طيب يا ريت لو حد عايز يسأل دكتور ربيع يعني ساوند اوديو يعني ممكن تدوسوا يا جماعة على زرار الريز هاند الموجود في زرار السمايلينج فيس تحت عند الاتنين لسه مني. المحاضرة كانت واضحة بالنسبة لحضراتكم ولا كان في حاجة مش كلير؟ فلو في حاجة مش واضحة ممكن نرجع للسلايدز الثانية ونوضحها. عجاز اكون انا كنت سريع او حاجة فدلوقتي ممكن نراجع عليها لو في حد في اي سلايدز او في اي شكل ما كانش واضح لحضراتكم يعني. طيب انا بقول دلوقتي لو انا عندي بالظبط لو انا عندي دلوقتي لو افترضت ان عندي اكسجين موجود في الـ في الـ في الـ في الانود تشامبر وعندي هايلي كونداكتيف ماتيريالز هيحصل كومبيتيشن ما بين الاكسجين وبين الانود كمين هو اللي يبقى الفاينل الكترون اكسبتورز. في معظم الحالات لو انا عندي ميتال اوكسايدز بالنسبه للمايكرو اورجانيزمز ايزلي ان هي تعمل باس للالكترونز للانود فيبقى انا متاكد ان في عندي كومبيتيشن. بس عشان انا يعني افويد الكومبيتيشن بروسيس ديت ويحصل عندي بعض فقد الالكترونز ان هي الاكسجين ممكن في مرحله معينه ياخد الالكترونز مني، لا انا بقول خلاص خليها انا ايروبيك ريسبيريشن عشان اضمن كل الالكترونز اللي معايا راح أذكر حضراتكم تاني لو حد يسأل حب يسأل الدكتور ربيعي ممكن يدوس الزرار بتاع الفايل ريكويست كويشن ريكويست بوتن اللي عندكم. السؤال اللي اتسال اللي هو new directions في الديفلوبمنت للميكروبال فول سيل، انا شايف ان الجينيتك انجينيرنج هي النيو directions ان انا بعمل modifications للميوتنتس. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلت ان سيتوكروم اوكسيديز الفاينل ستيج للالكترون ترانسبورت تشين في الريسبيراتوري تشين هي الميجر الكترون باث، لا انا هعمل modifications ليه بحيث ان يبقى الفانكشنز في الاكسيديز السيتوكروم اوكسيديز هيبقى اعلى من اي كومبوننت ثاني. يبقى الجينيتك انجينيرنج انا شايف ان هي تبقى هي
الاتجاه في الريسيرش. بعدها يبقى النانو ماتيريالز، ان انا يعني اعمل كونكشنز ما بين الانود والمايكرو اورجانيزمز بالنانو ماتيريالز، بحيث ان انا ابقى متاكد 100% ان فعلا الالكترونز هيوصل للانود. بيتا شيم أيوة، في سؤال حضرتك. من إيمان ولا من سؤال في حد بعدني؟ إيمان. من اه إيمان. بص من إيمان. البروتونز عدت من انا حاطط ممبرين بروتون اكستشينج ممبرين، في عدت اصلا وراحت للتشامبر اللي فيه الكاثود، ومنها حصل ريدكشن يعني البروتونز اللي طلعت مع الاكسجين اللي انا عملت اكسترنال بامب ليه، فكون الووتر. فانا ما عنديش مشكله في البي اتش، مش هيحصل ضرب في البي اتش خالص. البروتونز مش موجود اصلا في الانوديك تشامبر، هو اوريدي عدى التشامبر ده وراح عند الاكسجين وحصل له ريدكشن للووتر. يعني واضحه؟ واضح السؤال الاجابه؟ هو في هو اوكي، هو الالكترونز والبروتونز في ريتس مختلفه، بس الالكترونز اماونت اكتر من لو انا بصيت عندي هلاقي ان اولا انا لازم اشتغل عن بافر، بافر كونديشنز. بافر كونديشن معناها ان لو عندي يعني اكسس من البروتونز مش هي اللي تعمل لي دروب. يعني لو انا افترضت ان انا شغال عن بافر كونديشن معناها ان مش هيحصل عندي تشينج للبي اتش بسرعه يعني، مع ان البروتون مش هتشينج ممبرين هيعدي لي البروتونز، فبالتالي ما قلقش من موضوع البي اتش. الافشنسي بتاعي معلش يا حليم، انا مش عارف حضرتك تقصد الافشنسي بتاع السيستم ولا الافشنسي ترانسفير، يعني يا ريت حضرتك توضح الافشنسي بتاعت ايه. اوكي، هو احنا لو قلنا يعني لو حسبنا ان لو قلنا المبدا الاساسي هي الكترون اكسبتور والكترون ترانسفير، لا هي افشنسي عالي جدا، ما فيش مشكله الكترون اكسبتورز. المشكله عندي في ان هل كميه الكترون اكسبتورز ديت انف ان هي تجنريت يعني كميه كهرباء محسوسه ان انا مثلا على سبيل المثال استخدمها في حاجه في البيت. في ناس قالت ان انا ممكن استخدمها كمايكروبيال باتري، واتعمل شغل في المانيا على التيكه دوت، ان انا الكترونز اللي طالعه انا مش هستخدمها لتشغيل جهاز على طول، لا انا هعمل لها ستور في الباتريز، وبعد كده تبقى هي اخدها بقى اشتغل بقى على موبايل، اشتغل بيها على ايا كان، يبقى هي باتريز موجوده وبيسموها مايكروب الباتري. لكن مثلا لو انا عندي اعملها في البيت واقول انا هخلي بيتنا بدل ما هو شغال مثلا على سولار سيل، مثلا زي في المانيا بيشتغلوا سولار سيلز، لا انا هخليها مايكروبال فول سيلز، ما اتعملش، اتعمل كلها سيستم صغيره في معامل او اتعملت مايكروبال باتريز. تقصد ان انا يبقى عندي مايكروبال الكترو كيمستري انسايد ذا بودي. هو اتعمل في الناس اللي عندها مشاكل في الهارت ديزيز، في ناس قالت ان هعمل الكتروكيميكال سيستم، لكن مش مايكروبيال الكتروكيميكال سيستم، ان بتعمل بالز للالكترونز، ان هي بتعمل تنشيط لبعض ذرات القلب، لكن مايكروبيال الكتروكيميكال سيستم جوه البادي لا، ما اعتقدش ان حد فكر فيها يعني، او ما اعتقدش ان لها استخدام يعني. الكونتاكت بتاعتي مع ممكن تاخدوها من دكتور اسامه او من اي حد في علوم مصر، لو في حد عايز يسال اي حاجه في اي وقت بالايميل اهلا وسهلا بحضراتكم يعني. طبعا اكتب ايميلي لو حضراتكم حب يسال في اي وقت عن حاجه. يبدو كده ان يعني لو في حد جماعه عنده اي سؤال تاني، الدكتور ربيعي هو كتب الايميل بتاعه، وبرده صفحه الايفنت بتاع الفيسبوك لسه شغاله، فلو حد عنده اي سؤال ممكن يكتبه على صفحه الايفنت، والدكتور ربيعي برده هيتابع الصفحه أول بأول. وإن شاء الله إحنا طمعانين برضو دكتور ربيع يدينا حاجة more in deep في موضوع الإلكتروكيمستري في والله هو المايكروبيال. اللي اعرفه ان الحضور مش كله متخصص في الميكروب الالكتروكيمستري، فبالتالي حاولت بقدر الامكان ان انا ما اروحش بعيد علشان ما يحصلش تشتيت للناس الحاضرة يعني. لكن لو في حد فعلا مهتم بان يعرف اكتر، لا ممكن نعمل محاضره المور سبيسيفيك مور ديتيلز في ان شاء الله. ان ان شاء شاء الله الله. هنزل الاستفتاء كده في صفحه الايفنت، اذا كنت الناس عايزه مور سبيسيفيك ليكتشر في موضوع الالكتروكيمستري، وباذن الله ان شاء الله البول ده او الاستفتاء ده هينزل النهارده على الصفحه بتاع الايفنت، ونرجو من الساده الحضور.
حتى اللي ما قدرش يحضر النهارده يبلغ اللي انترستد في المجال ده، ممكن يعمل تصويت على صفحة الايفنت، وان شاء الله نرتب مع الدكتورة بقى يدينا محاضرة مور سبيسيفيك في موضوع الالكتروكيمستري بالنسبة للميكروبيال سيلز. يعني في سؤال من احمد بيقول ان ممكن عايزين مور اكسبلانيشن في المولكيولار بالظبط. ان ليفل شاء الله ان شاء هي الله. ممكن الفتره الجايه هنقول لو حبينا نعمل نقول الترين زي ما قلت يا احمد، او اعتقد انت اللي سالت سؤال اللي هي اللي عايز يعمل مشكله. طيب انا اسف الصوت في مشكله. لو قلنا ان ايه الفاكتورز انا ادرسها في عشان اعمل ديفلوبمنت لسيستم معين، فهنبقى فوكس ان شاء الله على المولكيولر بيولوجي بارت فيها الله. بإذن الله يا فندم. طيب إن شاء الله يعني هدرسها عن نلتقي ان يكون في ريفرنسز او حاجه، فممكن برضو ان شاء الله اعمل لها بوست على الفيسبوك على صفحه علماء مصر، واللي عايز يقرا اكتر ممكن يلاقيها في الببليك في الببليكيشنز اللي انا ان شاء الله اكتبها لكم يعني. يعني ممكن حضرتك تضيفها على ككومنت في الصفحة بتاع الايفنت ان شاء الله، يعني خلاص اوكي باذن الله. بإذن الله تعالى. طيب نشكر الدكتور ربيع حسن على المحاضرة، وإن شاء الله نلتقي في القريب العاجل معاه مرة تانية في محاضرة إن شاء أكثر الله تعمقا في موضوع الإلكتروكيمستري، بالذات إن إحنا في مصر بنعاني من فقر الطاقة الكهربائية، يعني يعني مشتاقين لأي فكرة من الأفكار الجديدة في توليد الطاقة شكرا لحضرتك الكهربائية وشكرا بصراحة. لكم يعني كلكم. شكرا الله لحضرتك. يخليك يا فندم. شكرا يا دكتور ربيعي، وشكرا للسادة الحضور، وما تنسوناش يا جماعة في الفيدباكس بتاعتكم على صفحة الايفنت، وكمان ان شاء الله البول او الاستفتاء هينزل النهاردة في الصفحة للي عايز يبقى في ان شاء الله محاضرة مستقبلية للدكتور ربيعي معانا. نشكركم شكرا جزيلا، ونشكر دكتور ربيعي جزاكم الله خيرا يا دكتور، حياكم الله. ونلقاكم ان شاء الله في محاضرات جاية من مؤسسة علماء مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.